One, two, three, action. السلام عليكم شباب، معكم حمود وياي زومبي او دوم ذا ديفل اذا تعرفونه من قناة ديفلز جيم كل قنواتنا الثانية. اليوم عندنا لكم لعبة الزومبيز مع الزومبي، لعبة Resident Evil Operation Raccoon City. والله لعبة كنت انتظرها من زمان، يعني مو من زمان، من جربتها في Games 11 صراحة عجبتني اللعبة وكان خاطر اجربها. لعبة من كابكوم زي ما تشوفون، كابكوم مسويينها لعمر 17 فوق. عندنا ريجن 1 الامريكي، خلينا نشوف هنا عندنا تصير الوينداش احمد، الكامبين تصير 1 بلاير، وحق الكوب اعتقد انه ما ادري باي لغه مكتوب، لكن من 2 الى 8 مو كاتبينها بالانجليزي. كل اثنين يصيرون او ثلاثه او اربعه يصيرون في مجموعه، فاعتقد في اكثر من مجموعه اونلاين صح؟ اوكي 2 الى 8 اونلاين كوب. عندنا تحتاج 7.2 MB حق السيف، ديول شوك وهيدفونز، يعني او في شيء من هافوك عندنا اللعبة، عندنا هافوك دولبي ديجيتال بلوري كما تعلمون. طبعا ما نقدر نقرأ لكم باقي الاشياء، اما يكون اسباني او يكون امريكي، يعني حق لنا حق برازيل ولا اشياء ثانية، ولان في امريكا اللغة الثانية اللي عندهم هي الاسبانية. طبعا احمد نشيط كل مرة ما يعرف يفتح القرطاس، انا احسن منه. هاي السي دي كما تعلمون انه بلوري، انه بلوري، فهاي السي دي مثل تشوفون ما في شيء مهم. خلينا نشوف البوكلت اذا عندنا شيء. البوكلت من كابكوم يكون ملون اي غير عن اي اي، انا هاي اللي اقولها لكم، بس لانه ملون بس بالاسباني، هاي المشكله. هاي المشكله بيعطونا هيستوريا، يعني التاريخ فيرسوس كامبان كامبانيا كامبانا، يعني كامبين فيرسوس، يعني ملتي بلاير، يعني ملتي بلاير ريكورد بعد انجليزي، ليدر بورد اكونت انجليزي، اوبشنز اوبسيون اوبسيونز حبات هني هاي طبعا ما نفهم شيء، نجربهم نقول لكم. هني اعتقد الاتش يو دي او الشاشه، قول لك شاشه العرض هني شلون يصير انفكشن انفكسيوني يعني كل اشياء بالاسبان بعلمونك كل شيء في اللعبه، شنو اللي بيصير ليك لو حضاك الزومبي تتحول. ما فيها كود، ما فيها اونلاين كود، فشيء زين. اي كابكوم اعتقد انه من الشركات اللي لحين ما يحطون كود حق الاونلاين، فشيء زين اللعبه انه ما فيها اونلاين كود، احنا نفضل هالشيء عشان ما يكون شيء معقد ونقدر نعطيها ربعنا يلعبون فيها. اللعبة تصلح لأعمارهم 17 فوق. وهاللعبة كما تعلمون الفيرسز مالها فيها الشخصيات ليون، جيل، كريس موجودة وما حطوا كريس، أعتقد كريس خلونا حق سكس ترى عادي نزل شخصيات من 1 ليف 3 كنا محطوطين في هاللعبة يصير تلعب فيهم أونلاين، لأن القصة صايرة قبل كول اوف ديوتي، كول اوف ديوتي قبل ريزنت ايفل الفور وفايف. اعتقد راح ننزل لكم ان شاء الله النظره الاولى وقصه والمراجعه وكل شيء، وهاي الجيم بلاي غير عن البقيه بعد. فمتحمسين حق اللعبه، واول لعبه ويصير تركض وانت تطلع، اول لعبه ريزنت ايفل تتحول زومبي فيها. واللي عندهم اياها على الاكس بوكس يقدرون يلعبون كانهم نمسس، يعني شيء جميل انك تشوف الاشياء الجديده في ريزنت ايفل. وهاي اول لعبه في هالسنه ريزنت ايفل، بعد عندنا في واحده ثانيه في شهر ثاني لعبه ثاني لعبه نزلت عندنا على في دي اس، وعندنا ما حد بس باعت يعني، وراح ينزل لها فيلم بعد هالسنه، فسنه ريزنت ايفل مثل ما قلنا. ريزنت ايفل لعبتين، ريزنت ايفل اكثر من لعبه. احنا جربنا اللعبه في جيمز 11 في دبي، وما نزلنا فيديوهات عنها لانه ما قدرنا نحطهم لان كوبي رايت، كانوا حصريه حق الناس اللي موجودين هناك. فالحين راح نلعبها ونحط لكم النظره الاولى، ان شاء الله راح نسوي مراجعه حق اللعبه، الكواب مالها، نحط لكم كواب وكل شيء. وتابعوا قناتنا، سووا سبسكرايب على قناتنا كلهم، ديفز جيم، ديفز كوميونتي، ديفز اوبس ستيشن، ديفز سبورت، التروفي هانتر كل مالهم يزيدون، و سووا لنا فولو على تويتر @devilsgame @doomthedevil، ان شاء الله تشوفونه في الديسكربشن، وسووا لنا لايك على صفحتنا في الفيسبوك facebook.com/devilsgame. وكان معكم حمود.
مود هو دوم ذا ديفل زومبي. ومع السلامة. أتحداك.